ومن مطروح رصدت كاميرا التلفزيون المصري أيضا ردود أفعال المواطنين على التوجيهات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات. وأبدى المواطنون شكرهم للرئيس السيسي على قرارات الحماية الاجتماعية مشيدين بإجراءات الدولة للتغلب على الأزمات الراهنة. نحب نشكر المسؤولين ونحب نشكر سيادة الرئيس على الزيادة اللي عملها الموظفين، وإن شاء الله هتدي الزيادة مع الناس وهتساعد معهم في الأيام اللي احنا فيها ديت، وربنا يوفقهم لكل خير للناس كلها. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الأجور، والحمد لله إن شاء الله العيشة كويسة والمعيشة كويسة بزيادة الأجور اللي جاية إن شاء الله. وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة. سعدت جدا بقرارات الرئيس بزيادة الأجور، طبعا نظرا لأن أنا على الدرجة الخامسة يعني، فدي هتفيدني إن شاء الله يعني وتساعدني في المعيشة إن شاء الله مستقبلا يعني. وأنا بحب أشكر سيادة الرئيس على زيادة الأجور، طبعا نظرا للظروف اللي البلد بتقوم بيها يعني إن شاء الله زيادة الأسعار، فأنا بشكره جدا طبعا. وأحب أشكر سيادة الرئيس برضه بالنيابة اللي أنا يعني عن ذوي الهمم، نظرا لاهتمامه ودائما داعم لينا لذوي الهمم ومحفز لينا.